السلام عليكم. ربما لا يوجد مشهد يعبر عن الثورة على كل شيء في لبنان اليوم، بل ربما لا يعرف غضب يعكس وعي الغاضبين بمآل بلد صار رهينة تحالفات طبقة سياسية تتوارث السلطة والمال، كما هي تظاهرات أهالي مدينة طرابلس اليوم. على الأقل هذا ما يراه مراقبون في الداخل اللبناني. طرابلس ثانية كبريات المدن اللبنانية وعاصمة الشمال وموطن مرفأ دولي وسهل كبير، أهلها يئنون تحت خط الفقر. قد يكون مفهوماً خضوع هذه المدينة لتحالف غير معلن بين أزمة اقتصادية خانقة يشهدها لبنان وإغلاق عام بسبب كورونا وغياب أي تعويض حكومي للعمال الأكثر فقراً، وقد يكون مفهوماً أيضاً غضب الأهالي على وضعهم المزري في صورة احتجاجات. لكن ما ليس مفهوماً عند الطرابلسيين أنفسهم على الأقل هو الرصاص الحي الذي وجهت به احتجاجاتهم. ثمة من يربط بين رصاصات قوى الأمن التي أوقعت قتلى وجرحى بين المتظاهرين الفقراء وبين تراث من محاولات شيطنة هذه المدينة وأهلها. في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نسلط الضوء على المشهد اللبناني انطلاقاً من غضبة مدينة طرابلس، ونحاول معرفة ماذا يجري وراء الحدث. أهلاً بكم. أزمات اقتصادية وأخرى سياسية تعصف بلبنان، وأحزاب حاكمة تحول دون تحقيق مطالب المتظاهرين الذين لم يدخروا جهداً من أجل التغيير. بعد أن سدت الطرق بوجه الثورة بلبنان في 2019، تأتي التظاهرات اليوم لتؤكد عزيمة المتظاهرين في الاستمرار والإصرار على ذات الأهداف التي اندلعت من أجلها الثورة. بيروت وطرابلس عاشتا ليالٍ عصيبة بعد تظاهرات جوبهت بالذخيرة الحية من أجل القضاء عليها، في مشهد يشير إلى عدم الرغبة مطلقاً في الحوار، فضلاً عن الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين. الكلام الصريح رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قال إن ما حصل في مدينة طرابلس جريمة منظمة، وإن هناك من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها، فيما دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى إجراء تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس، وطالب بملاحقة من وصفهم بالفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين، متهماً رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بمحاولة التفرد بتشكيل الحكومة. أما وزارة الخارجية الفرنسية فقالت إن باريس تحشد جهودها من أجل إنهاء الأزمة في لبنان، تزامناً مع دعوة منظمة العفو الدولية إلى تعليق بيع فرنسا أسلحة إلى لبنان من جراء قمع السلطات للمتظاهرين في طرابلس وبيروت. المواجهات بين القوات الأمنية ومئات المحتجين رفضاً للأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان تنذر باندلاع ثورة جياع وانهيار البلاد بحسب البطريرك الماروني، ما يعني استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والمطالبة بإقالة الرئيس ميشيل عون ومنظومته التي اعتبرها المحتجون واجهة لسيطرة ميليشيا حزب الله وإيران على لبنان. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس الأستاذ أحمد القصص الكاتب السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. نبدأ من النقطة الأسخن الآن، وهو ما يبدو أنه تحول في طبيعة التظاهرات من سلمية إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. أريد أن أسألك عن الذي أوصل المتظاهرات إلى هذا المستوى. هل ابتداء بالغ الأمن في التعامل مع المتظاهرين، أم أن الآخرين ثمة من حاول أن يحرف التظاهرات عن مسارها واخترقها دافعا إياها باتجاه أعمال تخريب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي الكريم، أذكر بداية أن المظاهرات اندلعت بشكل كثيف منذ أشهر، أي منذ حوالي سنة وثلاثة أشهر، وشهدت طرابلس تحديدا مظاهرات كثيفة جدا في منطقة في ساحة عندنا مشهورة جدا هي ساحة النور. بقيت المظاهرات فيها أسابيع بل أشهرا دون أن يكون هناك أعمال عنيفة، يعني كانت منظمة إلى أبعد الحدود.
ولكن في وقت من الأوقات بدأنا نرى أن الأمور تذهب نحو العنف، نحو المواجهات، أحيانا تكسير، إغلاق طرقات، تكسير مصارف، مؤسسات إلى آخره، بحيث بدأ أن هناك محاولة واضحة من أجل إجهاض هذه المظاهرات من خلال تحويلها إلى مظهر عنفي. الآن تجددت المظاهرات بسبب احتقان موجود في المجتمع كبير جدا. فأنت تعرف فوق الضائقة الاقتصادية التي يرزح تحتها أهل لبنان ولا سيما أهل طرابلس، أتت معها جائحة كورونا التي وجدت الدولة أن طريقة علاجها هي بالإغلاق أقفال التام للبلد دون أن توجد تعويضا، دون أن تكون بأي تدابير تعويض عن الناس ولا سيما الفقراء الذين لا يجدون لقمة يأكلونها إن لم يعملوا يوميا، يعني يعملوا اليوم فيأكلوا بما كسبه اليوم. فزاد الاحتقان، فكانت الشارع مؤهلا ومجهزا لينزل هؤلاء المحتقنون، هؤلاء البائسون إلى الشارع ليعبروا عن صرخة غضب في مواجهة هذه السلطة المجرمة. لا أقول السلطة فاشلة فقط ولا ظالمة فقط، وإنما سلطة مجرمة. نحن في لبنان بكل وضوح تحكمنا حفنة من المجرمين الذين هم أيضا يتصفون باللصوصية ويتسمون بالفشل وبالظلم، وبعد ذلك خذ ما شئت، ولكنني اخترت الصفة الأبرز التي تعبر عن أنهم حفنة من المجرمين. فالناس حين تشعر أنها محكومة من حفنة من المجرمين فإنها تكون مستعدة لتعبر عن غضبها وعن حالتها البائسة بشكل انفعالي جدا. ومع ذلك أقول لم تكن المظاهرات لتأخذ هذا المنحى العنفي لولا أن هناك من اندس فيها بشكل متعمد، والأخبار والتسريبات تتوارد يوما بعد يوم عن أن هناك من اخترق هذه المظاهرات من أجل أن يعطيها الطابع العنيف وطابع التخريب. وبالفعل كانت هناك مؤسسات استهدفت بالتخريب، هي أماكن حساسة جدا بالنسبة لمدينة هي ثاني مدينة في لبنان هي طرابلس. لو أن الهدف من نحن على قناعة بأن هناك من حاول أن يستهدف مؤسسات إن ضربت فعلا كانت هناك كارثة أكبر، ستكون كارثة أكبر مما حصل. كان هناك كما يبدو استهداف لسراي طرابلس الذي يحوي ما يسمى بدائرة النفوس، دائرة النفوس هي التي تحوي على سجلات الناس، سجلات بين قوسين المواطنين، بحيث أنه لو أحرقت هذه السجلات لكان عشرات بل مئات الآلاف من الناس باتوا غير موجودين في سجلات الدولة. يعني أنا وفلان 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 لو أحرقت دائرة النفوس في طرابلس لكنا غير موجودين رسميا. لماذا؟ لأن دائرة النفوس في طرابلس، وهذا يرسم علامة استفهام كبيرة، هي دائرة النفوس الوحيدة التي لا زالت دائرة نفوس ورقية. كل الدوائر النفوس الأخرى مكننت، صارت مؤرشفة على الكمبيوتر، على في مجال الماكينات، في مجال التكنولوجيا، إلا دائرة نفوس طرابلس ما زالت ورقية. فلو أحرقت هذه الدائرة لكانت كارثة كبيرة جدا، ولكن وقانا الله شرها ونسأل ألا يصلوا إلى تحقيق ذلك. وبعد ذلك حين عجزوا عن هنا ذهبوا إلى بلدية طرابلس التي لو كان الوضع طبيعيا لكان من شأنها أن تكون سلطة محلية، وهكذا هو تعريفها إجمالا في القانون، هي سلطة محلية. طيب أريد أن أبني على ما تفضلت بذكره، لكن قبل ذلك دعني من خلالك ومن خلال المشاهدين الكرام أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ نبيل الحلبي، منسق عام المنتديات في لبنان. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. طيب عطفا على ما قاله الأستاذ أحمد، ثمة من يقول أيضا، وهذه رواية منتشرة في لبنان، أن هناك من يحاول إشعال مواجهة بين القوة الحكومية وبين أهالي طرابلس. ما مدى نجعة هذا القول؟ هل يدخل في صلب نظرية المؤامرة التي يدرج عليها الناس دائما، أم أن ثمة حقيقة ما يؤهل لهذه الرواية؟ أعتقد أن الأمر هو أعمق من ذلك بكثير. الموضوع تجاوز موضوع الصدام بين الجيش وأبناء طرابلس، هذا حصل في الماضي. اليوم هناك مؤامرة على ما تبقى من الهلال العربي السني في هذه المنطقة بعد الموصل وبعد حلب وحمص، يأتي دور طرابلس. أنا آسف جئت متأخر، ولكن سمعت ما قاله الصديق الأستاذ أحمد بالنسبة ل
موضوع السجل المدني، وهذا ما حذرنا منه في نفس اليوم التي وقعت فيها الأحداث. طبعا هناك مؤامرة، إحراق السجل المدني يذكرنا بحرق السجل المدني في مدينة حمص الذي مهد لعملية تغيير ديموغرافي. أعتقد بأن طرابلس الآن تحت المجهر، هناك من قام بإفقار هذه المدينة وإفقار سكانها على مدار عقود من الزمن، هناك من همش أبناء المدينة ومنعهم من حقهم بالتوظيف، هناك من زج بالمعيل، معيل العائلات، في كل عائلة لديها معيل، زج بهم في السجون دون محاكمة لسنوات من أجل تفكيك هذا المجتمع. طبعا تأتي هذه الأحداث الآن بشكل مباشر. هناك من يقول بأن ينتظر الطرابلسيون أيضا سيناريو شبيه للموصل تماما، يعني ما حدث ليلة حرق المحكمة الشرعية السنية والسراي البلدي، في هذه الليلة بدأت بالفعل القوى الأمنية بالانسحاب من المدينة، وكأنها كانت تريد أن تقول بأننا هناك حالة فوضى، هناك خطر على الأمنيين، لقد رموا علينا قنابل وأصيب البعض منهم بجراح، مع أنه نحن نعلم جيدا بأنه ليس هناك جرحى في صفوف الأمنيين ولم يوثقوا ذلك رسميا، من أجل تبرير الانسحاب من المدينة. وطبعا منذ أكثر من عام بدأوا بتأسيس مجموعات مسلحة قريبة لحزب الشيطان المقرب من إيران، من أجل المدعوم من إيران، من أجل مبايعة فيما بعد تنظيم داعش. يعني هذه المجموعات المسلحة هي مزروعة فعليا، لم يقم الجيش بتفكيكها، لم يقم باعتقال قادتها، لم تقم القوى الأمنية بتدبير الأمن الوقائي مسبقا، ولكن بدأت بالتسلح تحت أنظار القوى الأمنية، الجميع يعرف ذلك. طب عفوا، الدولة الجيش، الدولة التي يرأسها مثلا ميشيل عون، التي لا فيها توجد دولة فيها في لبنان، فيها توجد ميليشيا تحكم الدولة، بمن فيها؟ من الذي يريد أن يغير ديموغرافيا ولماذا؟ إيران، يعني أجندة إيران في الشرق الأوسط هي التغيير الديموغرافي، لا توجد أجندة لإيران يعني أوضح من ذلك. طيب، يعني هل نحتاج إلى المزيد من المدن العربية حتى نثبت أن إيران قامت بتغيير ديموغرافي على الأرض؟ إيران تستنسخ التجربة الصهيونية في فلسطين عام 1948 وما قبل ذلك تماما، يعني حتى من بعد تصفية مهندس التغيير الديموغرافي قاسم سليماني نهاية العام الماضي، تستمر إيران وأدواتها بنفس الاستراتيجية، هي التغيير الديموغرافي وإحداث أمر واقع قبيل إنشاء النظام الإقليمي الجديد. يعني بحيث أنه كيف مثلا تقوم إسرائيل بتهويد المدينة المقدسة وتهويد الضفة الغربية وتهويد سائر المناطق ثم تعتبر ذلك أمر واقع وتعترف بها الدول الكبرى؟ إيران تريد ذلك، قامت ب تهجير السكان العرب السنة حول دمشق كلها، رحلتهم عبر الباصات إلى إدلب، قامت بزراعة تنظيم داعش في الموصل، ثم بعد عام، يعني بعد تسليم المدينة بعد عام، هي وقوات التحالف والميليشيات المدعومة منها قاموا بتدمير المدينة على رأس سكانها وتهجيرهم، ونقلوا داعش إلى منطقة أخرى تمهيدا للسير بنفس استراتيجية. اليوم يقومون باستراتيجية هي تماما شبيهة بأحداث نهر البارد التي سبقت أحداث مخيم نهر البارد في لبنان، يعني مجموعات موالية لإيران والنظام السوري مسلحة، يقوم الأمن بالانسحاب، ثم تقوم هذه المجموعات بتغيير ولائها فتصبح موالية لتنظيم داعش، كما قام تنظيم فتح الإسلام بمولاء تنظيم أبو موسى، حركة فتح الانتفاضة بموالاة تنظيم فتح الإسلام بتغيير اسمه فقط.
طب انا اريد ان اريد لو اذنت لي ان اعود مره اخرى الى طرابلس لاسال الاستاذ احمد، الى اي مدى ما قاله السيد نبيل عندنا في الاستوديو من ان هذا يعكس وجهه نظر النخب اللبنانيه، ودعني اقول النخب في طرابلس تحديدا، وخاصه اذا ما نقلت لك ما قاله نجيب ميقاتي رئيس الحكومه الاسبق بتوجيه نداء الى الحكومه، قال على الدوله ان تحمينا في طرابلس. يعني هل يمكن وصف هذا القول في سياق ما قاله السيد نبيل؟ تحميهم من من مثلا؟ دعني أفرق بين أهل طرابلس وبين من هم من الطبقة السياسية الذين تزعموا طرابلس لمدة عشرات السنين. الطبقة السياسية في لبنان احترقت، ومنها ما يسمى بالطبقة السياسية السنية بين قوسين دون استثناء. هذه الطبقة السياسية احترقت في الشارع، ويبدو أنها مرشحة لأن تحرق من قبل الخارج، يعني هناك مؤشرات لأن أمريكا تتخلص من جزء كبير من هذه الطبقة. هؤلاء يحاولون قدر الإمكان ركوب موجة الشارع وشعوره وغضبه من أجل أن يحافظوا على ما تبقى من زعامتهم. فهؤلاء يعني ما عبر عنه زعماء السنة بين قوسين إنما هو محاولة لمواكبة الشارع لا أكثر ولا أقل، ولكنهم في الأصل جزء من الطبقة التي أوصلت البلاد ولا سيما طرابلس إلى هذه الحال. يعني البلاد كلها وصلت إلى حال متردية، ولكن أسوأ ما في هذه البلاد من حال التردي هو في طرابلس وضواحيها، عكار والضنية، يعني المناطق التي هي ضواحي طرابلس. أما الشارع فالشارع بالطبع بدأ يحس الآن بشكل واضح أن مدينته مستهدفة من أجل تقويضها، تقويض. ودعني أصارحك القول، لا أملك شيئا أعارض فيه صديقي وأرد له التحية الأستاذ نبيل، لا أملك شيئا أعارضه به، لأن المؤشرات تصب في هذا الاتجاه أن هناك محاولة لتقويض آخر حاضرة، وأرجو أن يكون هناك تنبه إلى هذا التعبير، آخر حاضرة من حواضر العراق وسوريا ولبنان التي ما زالت تحتفظ بهويتها، يبدو أن هناك محاولة لتقويضها. هل نحن نبالغ في هذا؟ لا أظن أنني أبالغ، ولكن من حقنا أن نكون حذرين، لأن ما جرى في هذه المواجهات يشير إلى ذلك. والآن كلام مسؤولين أمنيين في لبنان، يفترض أنهم يتفاخرون بأنهم ضبطوا الأمن في البلد وأحكموا قبضتهم عليه، يطالعوننا الآن بأن أحداث طرابلس للأسف كما يقول تنذر بإمكانية دخول داعش إلى المدينة. حين يقولون لنا هناك خطر من دخول داعش، فهذا يعني أن هناك مؤامرة من الحكم الأمر الواقع في هذه البلاد ليدخل داعش لطرابلس من أجل تقويض هذه المدينة بشكل من الأشكال، لتحويلها إلى مدينة فاشلة، إلى مدينة تحت حكم المتطرفين، تضرب مؤسساتها، تستكمل عملية الإحراق والتدمير للمؤسسات إلى آخره. حينئذ تصبح هذه المدينة غير مؤهلة، ولا سيما أن هناك مؤشرات لنظام جديد في المنطقة ولبنان جزء منها. هذا النظام الجديد ربما يلحظ مناطق إدارية، مناطق لا، يعني هناك كلام عن اللامركزية الإدارية. فإذا كانت طرابلس مؤهلة لأن تكون دائرة إدارية معينة لها مقوماتها إلى آخره، فيبدو أن هناك استباقا للتفاوض الذي سيحصل بين أمريكا وإيران وبين إعلان النظام الجديد للمنطقة، استباق هنا واستباق هناك وهنالك. واليوم عندنا عملية اغتيال في لبنان أتت اليوم، تأتي في سياق الأحداث الموجودة في لبنان. معارض حزب الله، تقصد لقمان سليم المعارض لحزب الله؟ لقمان سليم نعم، هو رجل ناشط في السياسة. نعم. طبعا لا, لا 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 أميل إلى توجهه إطلاقا، ولكن من باب وصف الواقع هو نعم هو جريء في معارضة حزب إيران ومن يدور في فلك حزب إيران وفي محور المقاومة، ما يسمى محور المقاومة أو الممانعة عموما. إذن نحن في مرحلة تستبق فيها الأحداث، تستبق فيها الخلاصات، هناك خلاصات يبدو أنها ستأتي على المنطقة، ينشأ فيها نظام جديد للمنطقة ونظام جديد للكيان الفاشل الذي بدأ أنه تحلل الآن بشكل واضح من أجل إيجاد بديل عنه. فإذا هناك مدينة ما تزال تحتفظ بما تبقى من مقوماتها، يريدون القضاء على هذه المقومات. نعم. وهذا أمر خطير جدا، وندق ناقوس الخطر ليتنبه الجميع لهذا
لهذا الأمر. طيب. لهذا الخطأ. طيب. 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 في ضوء اتفاقك مع ضيفنا من طرابلس وفي ضوء نظرية المؤامرة أو المؤامرة على مدينة طرابلس كما تفضلت، ما السيناريو اللاحق؟ وهل يمكن للطرابلسيين أنفسهم أن يفعلوا شيئا لوقف ما تتفضل بالحديث عنه؟ يعني ببدء الأمر مجرد فضح هذا المشروع وهذا المخطط هو مقدمة لإفشاله، هذا مهم جدا. كيف يعني إذا كان الأمر واضحا في سوريا يعني والعراق ومع ذلك لم يفشل؟ إذا ما بنيت على كلامك طبعا يعني. طبعا هذا الأمر يعني الذي نتحدث به قمنا بالتصريح عبر وسائل الإعلام عنه، وقمت أنا شخصيا بإجراء مقابلة مع أحد المواقع الإخبارية المهمة في لبنان، ووضعت تغريدة للمعارض السوري في رأس طلاس حول وهذه التغريدة الملفت بها بأنها صدرت في 7 كانون ثاني يعني ببداية العام حول مشروع يقوم به الحرس الثوري الإيراني مع النظام السوري في مخص الجنوب السوري وشمال لبنان. فلذلك يعني تأتي هذه التغريدة بعد أحداث طرابلس لتثبت بأن هذا المخطط لم يعد في دائرة نظرية المؤامرة، ولكنه في دائرة خطوات بداية التخطيط وبداية التنفيذ. هلأ هذا الأمر مجرد مفتحي للرأي العام وخاصة للرأي العام الطرابلسي وبداية لإفشاله. اليوم علينا أن نقوم بتوعية الشباب الطرابلسي بأن الشعور بالاضطهاد والشعور بالاستهداف يجب أن لا يأخذهم إلى أن يكونوا يعني منفذين من حيث لا يدروا يعني حسنين نية بهذا المشروع، لأن بالسة هذا العالم كلهم مجتمعون على هذه الشريحة في هذه المنطقة. لذلك علينا التنبه. بالنسبة للامركزية السياسية، نحن كمنتديات نتبنى اللامركزية السياسية في لبنان أي الفيدرالية، ونحن ندعو إلى حكومات مصغرة في كل من طرابلس وبيروت وصيدا وفي كل هذه الأقاليم. لذلك ممكن أن يكون هذا عمل استباقي من هذا إيران لو أذنت لي إلى طرابلس. هذا سنبحثه في بعد الفاصل هذا. نعم. الموضوع وهو مرتبط بتداعيات ما يحصل في طرابلس على شكل لبنان وعلى استقراره السياسي والاجتماعي، لكن قبل ذلك في هذه المرحلة بالذات يبدو أن أهل طرابلس المتظاهرين يبدو أنهم إذا ما بنيت على كلامك وكلام سيد أحمد في طرابلس أنهم معزولين عن أي صوت سياسي، عن أي قوة قد تتبنى قضيتهم. هل يمكن إفشال ما تتحدث عنه؟ يعني نحن دعونا كحراك ثوري، يعني المنتديات مشاركة وهي متهمة، يعني زجوا بأكثر من 5 موقوفين في السجن وأطلق سراحهم، يعني آخر واحد أطلق سراحه مساء أمس لعدم ثبوت تورطه في عملية حرق مدينته. فلذلك نحن ماضون في موضوع الثورة السلمية، ولكن قمنا بدعوة سائر الفرقاء والطوائف في لبنان والمناطق بأن ينزلوا الشارع. يعني في 17 تشرين شهدنا المواطن اللبناني الشيعي نزل في النبطية وفي كفر رمان وفي صور وفي بعلبك الهرمل، المسيحيون نزلوا في جل الديب كسروان والمتن وغيرها، الدروز نزلوا في الجبل، أين هم الآن؟ لماذا تستفرد طرابلس؟ هل الثورة يجب أن تكون في كل من العراق وسوريا؟ طبعا أنا أتحدث على العراق 2014 وفي سوريا وفي لبنان ذات لون واحد، هذا خطير جدا. يعني هذا البلد هو شراكة مع الجميع والجميع يتفق بأن هذه منظومة الفساد هي من أفلست البلاد. إذن فلينزلوا إلى الشارع ولا يتركوا طرابلس لوحدها تتظاهر، فهذا الأمر خطير. نادينا بالشراكة فلينزلوا وليتحمل كل واحد مسؤوليته الوطنية في محاربة هذه السلطة الفاسدة وأسقاطها. يعني تحميل طرابلس جميع يعني وهي مهدورة الحقوق جميع الواجبات دون سوى، هذا أمر خطير وأنا يعني أرفضه تماما. إذا ما تمت هناك شراكة في المظاهرات من سائر الطوائف هذا الأمر له تداعيات خطيرة. نعم. مع إيماننا بهذه الثورة وهذه التظاهرات، ولكن للبنان خصوصية معينة محددة، مجرد أن ينزل شباب طرابلس السني في التظاهرات وغيرهم يجلس في البيوت، هذا مؤشر يعني قد يكون مدخلا لشيطنة هذا الحراك هناك وإلباسه قميص آخر. طيب ما زال في الحديث بقية، ما زال الحديث فيه بقية ولكن بعد وقفة قصيرة.
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الاحتجاجات الغاضبة التي تشهدها مدينة طرابلس وتداعياتها على المشهد اللبناني برمته. في طرابلس سيد أحمد، إذا ما سلمنا بمنطق التآمر على لبنان، ما طبيعة هذا التآمر؟ ما فرص إنفاذ أي خطة تحبك للبلد في ضوء التطورات الراهنة؟ الآن لبنان يغلي وهناك غضب في الشارع اللبناني كله، ومنذ بضعة أشهر تابعنا مظاهرات في كل المدن اللبنانية تقريبا. هل هناك فرص لإحباط أي مؤامرة تتحدث عنها وضيفنا في الاستوديو على لبنان أو على طرابلس بالتحديد؟ جيد، يعني لابد من تجزئة الكلام. يعني ليس هناك، لا يمكن أن نتكلم عن مؤامرة على لبنان، لأن هذا اللبنان الذي هو الكيان الذي أسسته فرنسا منذ 100 سنة هو في الأصل كيان فاشل، وهناك يبدو قرار بأن ينهى تاريخه بحيث من حيث هو نظام حالي ليتحول إلى شكل آخر ونظام آخر. هذا المشروع الذي سيأتي، هناك من يراه مؤامرة، هناك من يراه فرصة تاريخية. نحن الآن تحديدا فيما يتعلق بطرابلس، لأن ما يجري بشأن طرابلس لا يرى أنه يجري في سائر المناطق. هذا المكر الذي يحصل لطرابلس، نعم هو لا يحصل لبقية المناطق، هناك خصوصية فيما يجري في طرابلس بغض النظر عن ما يريدون الوصول إليه، وبغض النظر عن مآلات ما ستصل إليه الخطة الجديدة والنظام الجديد للمنطقة ومن ضمنها لبنان. هناك إشارات إلى أن طرابلس يراد لها أن تقوض بحيث تفقد كل ما تبقى من قدراتها. للمناسبة هي طرابلس أصلا مهشمة فوق أنها مهمشة. مهشمة أو مهمشة لماذا؟ طرابلس بطبيعتها هي تملك مقومات ليكون أهلها ميسورين. يعني طرابلس حقا تملك مثلا مرفأ طرابلس، ربما كثير من الناس يعرفون أنه أصلح من مرفأ بيروت من حيث طبيعته، لأنه أعمق ويحتاج إلى توسعة ليعمل جيدا، ويحتاج قرارا سياسيا، حتى بطاقته ممنوع يعمل. هناك مطار في عكار، وهي منطقة يعني من ضواحي طرابلس، هو أصلح من مطار بيروت، لأن مطار بيروت خربه البناء العشوائي حوله وأرجع يعني مقوماته. أما مطار عكار القلعات هو أصلح بطبيعته، ولكن هناك قرار سياسي من العصابة الحاكمة في لبنان أن لا يعمل المرفأ، وأن لا يعمل المطار، وأن لا يعمل. هناك معرض لطرابلس من أجمل معارض الدنيا بقي معطلا منذ إنشائه من عشرات السنين وحتى الآن. رغم ذلك، رغم هذا التهميش والتهشيم لمدينة طرابلس، نرى أن هناك خطة إضافية من أجل القضاء على ما تبقى فيها من مقوماتها التي يمكن أن تنهض بها بيوم من الأيام. كيف تقوض هذه المؤامرة؟ ما نفعله نحن الآن في هذه الحلقة أننا نكشف هذه المؤامرة، هو خطوة من خطوات يعني الإفشال، ويلزمنا أن نقوم بخطوات أخرى. ويعني هناك وجوه ومسؤولون بمعنى أنهم يعني يشعرون بالمسؤولية، لأنهم مسؤولون رسميون، بدأوا الآن بمساع، ونقوم ونعمل من أجل يعني قطع الطرق على هذه الخطة التي يراد تنفيذها. هناك تدابير يجب أن يضغط على الضباط. يعني حين كنا ننزل منذ سنة 2011، حين اندلعت الثورة، أعطيك هنا مثالا بسيطا، حين اندلعت الثورة في سوريا في منتصف أذار 2011، نحن دشنا مظاهرة في طرابلس، نصرة كانت أول مظاهرة نصرة سورية خارج سوريا في العالم الإسلامي، نزلت إلى شوارع طرابلس من أجل ترهيبنا وترهيب الناس عن الوصول إلى المظاهرة آلاف بل عشرات الآلاف المؤلفة من أجهزة الأمن والعسكر والجواسيس والبلطجية من أجل ترهيبنا. أما حين يكون هناك مخطط لاختراق طرابلس
وتوريطها بأنها مدينة متفلتة يأتي من ينعق بأن طرابلس معرض لأن تخترقها داعش، ويظهرون بمظهر الضعيف. وهذا الكلام الذي ذكرته خطورته تكمن من أنه صدر عن مدير الأمن الداخلي أو الأمن مدير الأمن العام في لبنان وهو عباس إبراهيم، يعني عندما يقول بأن هناك يعني عناصر من داعش يمكن أن تكون في طرابلس، فربما هذا يعني لو أذنت لي أن أقاطعك سيد أحمد، هذا ينتوي على خطورة ربما نبحثه بعد ذلك. لكن قبل ذلك أريد أن أسأل ضيفي يا سيد نبيل، يعني هذه الاحتجاجات وما رافقها وما دار حولها، أي أفق تفتحه أمام لبنان أو تغلقه في وجهه؟ يعني بداية الاحتجاجات في 17 تشرين من العام الماضي يعني تنذر بسقوط هذا النظام. هذا النظام انتهى في أيلول العام الماضي، أيلول سبتمبر من العام الماضي، يعني أنهى 100 عام على إنشائه. هذا النظام مجرد هذا الكيان مجرد إنشائه كان خطأ كبير بهذا النظام الطوائفي، وفي ظل دولة مركزية تهيمن عليها تارة المارونية السياسية، وبعد الحرب الأهلية بدأت هيمنة الشيعية السياسية، يعني تقول خطأ أو كبير ما تسمونه في العراق التشيع السياسي. تقول خطأ كبير كما لو أنه يعني هناك حسن نية مثلا لفرنسا التي مثلا ساعد إلى إنشاء هذا، هل يمكن؟ يعني بعد السقوط خلينا نقول وتفكك الإمبراطوريات والخلافة العثمانية بعد إسقاطها يعني تداعيات، هذا الكلام يعني يحتاج إلى حلقة منفصلة، ولكن يعني كان هناك من جائزة لبعض اللبنانيين ذات يعني طوائف معينة وكذا لإنشاء هذا الكيان، حتى أن البعض ذهب مثل البطرق الموارنة آنذاك بمراسلته مع حيم وايزمن رئيس الوكالة الصهيونية بأنه نريد نحن أن تساعدوننا في مؤتمر باريس لإنشاء وطن قومي مسيحي في لبنان. يعني مجرد إنشاء هذا الكيان وكل كيان يتم إنشاؤه بعد النظام القديم ينشأ معه دولة عميقة. الدولة العميقة كانت هي الكنيسة المارونية، ثم بدأت بعد يعني إرهاصات معينة بعد الثورة الخمينية في إيران وغيرها والمد الخميني في المنطقة، أصبحت الدولة العميقة في لبنان هي الشيعية السياسية، هي تتحكم بإدارته ومفاصله بالأمن والجيش والقضاء والسياسيين، حتى أن يعني نجيب ميقاتي وهو رئيس حكومة سابق وهو من كبار المتمولين في العالم هو ابن طرابلس طبعا يقول بأنه يريد التسلح. مجرد لفظه لهذه الكلمة هو جزء من هذا المخطط، لأنه يريد إنشاء مجموعات، ثم يأتي آخرون مثله وهم حلفاء لحزب إيران وللنظام السوري أن ينشئ مجموعات أخرى، وتنشأ المجموعات وتعطي الشرعية في مكان ما للمجموعات التي أسلفنا عن ذكرها والتي ستبدأ من خلالها عملية الاستيلاء على المدينة تمهيدا لتهجير سكانها. يعني أنت تقول أن النظام السياسي في لبنان سيسقط، لكن لصالح ماذا؟ لصالح كيان جديد ربما يكون لبنان بشكل نظام آخر جمهورية ثالثة، وربما لا يكون لبنان، لأنه عندما أنشئ لبنان بعد الحرب العالمية الأولى كما أنشئت إسرائيل وأنشئ الأردن وأنشئت الكويت وغيرها من هذه الدول كان لكل هذه الكيانات وظائف معينة، كان هناك وظيفة للبنان، هذه الوظيفة انتهت سقطت منذ مدة. ما هي الوظيفة التي يمكن أن يقوم بها لبنان في النظام العالمي الجديد أو النظام الإقليمي الجديد؟ حتى لا أحد يعلم، هذا ما يعني ننتظره ربما بعد عام ربما أكثر. أنا أعتقد بأننا نحن ذاهبون إلى الفوضى، لأن ليس هناك مسؤول في هذه الدولة على قدر المسؤولية، كلهم عصابة واحدة، كلهم متفقون على هذا الشعب، وكلهم يحاولون ضرب الثورة والاحتجاجات والإفلات من المحاسبة، هذا هو هدفهم الآن. شيطنة الثورة ما حصل في طرابلس، تقصد الاحتجاجات في طرابلس؟ نعم، لأن الاحتجاجات في طرابلس هي جزء من ثورة لم تتوقف من 17 تشرين يأتي ضمن هذا السياق. لذلك يعني هذا البلد انهار ماليا، نظام المالي انهار، نظام الاقتصاد انهار، انهارت الليرة،
وهو مؤشر على انهيار النظام الاجتماعي والأمان الاجتماعي وانهيار النظام السياسي فيما بعد. طيب بس هناك سيد نبيل محاولات سياسية أريد أن أنقلها إلى سيد أحمد في طرابلس، محاولات سياسية يقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أجل تأمين الدعم الاقتصادي والسياسي لحكومته، بما ينعكس على نوع إلى حد ما استقرار في البلاد. زار من قبل تركيا وزار الآن مصر، إلى أي مدى يمكن لهذه المحاولات أن تنجح في تهدئة الأوضاع سواء كان في طرابلس أو في عموم لبنان؟ هذه الحركة التي يقوم بها سعد الحريري هي حركة يائسة. سعد الحريري ليس له من الأمر شيء في الداخل هنا في لبنان. اللاعب الذي يستطيع أن يكون له دور حقيقي هو حزب إيران، ولكن حتى حزب إيران ليس هو الذي يقرر، الذي يقرر هو الراعي الخارجي، بل هو صاحب القرار الخارجي. ومعروف أن صاحب القرار الدولي هو أمريكا، وحين تدخل فرنسا على الخط فإنها تحاول أن تستأذن أمريكا وتعمل على أن يعني أن تأخذ لنفسها ما تقدر ضمن إطار السياسة الأمريكية. أما من تعقد أمريكا معه الصفقة فيما يتعلق بلبنان فهو الإيراني، إيران. وبالتالي سعد الحريري ذهب إلى تركيا، ذهب إلى الإمارات، ذهب إلى مصر، هذه كلها حركة يائسة. والآن قبل قليل كنت أستمع إلى نائبه في رئاسة التيار المستقبل، كان يعني يرسل رسالة واضحة إلى أن هذه الحركة حركة يائسة، وإلى أن الأمور هي يعني ذاهب إلى التدهور، وأن كل المساعي فشلت، وأنه لا يتوقع أي حلحلة في الوضع الموجود. بل أقول لك أكثر من ذلك، وهذا ربما تطلع أو يعني استشراف شخصي مني، هو سعد الحريري جزء من الطبقة التي بعضها سوف يرحل، لم يعد له دور، وواضح أن هناك أنهم يجهزون غيره لدور مقبل كما هو واضح للجميع. إذن الوضع في لبنان كما قال لك الآن الزميل الأستاذ نبيل، أن الأفق غير واضح. الأمريكيون لا يقولون لأحد ماذا ينون، يخططون ويبدأون وينفذون، والناس تراقب مما يجري على الأرض حتى تعرف إلى أين يريد الأمريكيون أن يذهبوا بالبلاد. ولذلك ماذا يفعل الإيراني في هذا الوقت؟ يحاول أن يرتب أوراقه بحيث تكون له أكبر قدر من الأوراق التي يفاوض بها وعليها حين يأتي وقت التفاوض مع الأمريكي. طيب. ونحن نعرف أن الإيراني انتعشت أماله إلى حد ما بعد مجيء بايدن إلى الإدارة الأمريكية. نعم. طيب أستاذ نبيل، بعد انفجار مرفأ بيروت وزيارة ماكرون الشهيرة إلى بيروت، عرض مساعدة على لبنان وتمويله، لكن مساعدة مشروطة بتهدئة الوضع السياسي في الداخل، تشكيل حكومة إلى آخره. فشل اللبنانيون الطبقة الحاكمة أو أنهم لم يريدوا. لماذا كل محاولات تخفيف الضغط والتوتر في الداخل اللبناني دائما تفشل؟ ما السبب في ذلك؟ علما أنه إذا ما أسندنا هذا الفشل إلى الطبقة الحاكمة هذا يتعارض مع مصالحهم. ينبغي أن يكون هناك استقرار للحفاظ على مصالحهم على الأقل بحسب ما تقول أنت. يعني من أفشل مبادرة ماكرون بالدرجة الأولى هو حزب إيران، بالرغم بأن ماكرون هو مؤيد تماما للشراكة مع هذا الحزب. طبعا مصلحة حزب الله في إفشال هذه المبادرة، لأنهم لا يريدون حل هذه المشكلة قبل أن تنجلي آنذاك نتائج الانتخابات الأمريكية. لا يريدون إنجاح مسعى معين في حقبة رئيس أمريكي قد يبقى أو قد يرحل. لذلك الآن بدأت المفاوضات مع الإدارة الجديدة من خلال الراعي الإيراني الإقليمي حول عدة أوراق، اليمن، العراق، سوريا، فلسطين ولبنان من ضمنها. لماذا يبيعون الفرنسي شيء قد ينكره أو تنكره الإدارة الأمريكية الجديدة؟ هم أبرموا الاتفاق النووي الإيراني مع إدارة أوباما، ثم جاء ترامب وفسخ هذا الاتفاق. لا يريدون آنذاك يعني وقت المبادرة الفرنسية أن يبدأوا بأي مبادرة قبل يعني وضوح النتائج الانتخابات الأمريكية. هذه كانت يعني أسباب فشل أو إسقاط مبادرة ماكرون مع تمسكهم بهذا الحليف الدولي وهو الفرنسي. الأمر الثاني، هناك قوى عالمية ودولية تريد للبنان أن يتحول إلى نظام آخر إذا أراد البقاء، إذا يعني أرادوا بقاء هذا الكيان.
إلى نظام آخر، إلى وظيفة أخرى. هذا الأمر لا يمكن أن يحصل إلا بعد فوضى، بعد تفكك. المؤسف في الأمر بأن هذا التفكك وهذه الفوضى لا تزال تحت إدارة المنظومة الحاكمة، يعني لم تنطلق إدارتها من هذا النظام المجرم إلى الشعب أو الثوار، لأن الثورة فشلت. ثورة أصبحت مقتصرة على مدينة، لا توجد مظاهرات في مناطق أخرى، الساحات باتت فارغة. نجحت المنظومة الحاكمة في ثورات مضادة وقبضة أمنية وانقلاب أمني أطاح بالجميع، ويعني حتى يعني منذ يومين بدأت الاعتقالات في صفوف كوادر ثوار 17 تشرين الذين ليس لهم علاقة بعملية الحريق، فقط من أجل التحقيق معهم حول التمويل الخارجي، حول قضايا تتعلق بثورة 17 تشرين 2019. يعني لذلك هذا النظام ينازع، هذا الأمر سيؤدي إلى فوضى أكثر. بالنسبة لنظرة الإدارة الجديدة الأمريكية، نحن نخشى بأن تكون زيارة وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو إلى لبنان وزيارته لقاعدة حماة وغيرها من مناطق معينة أن يتحقق حلم بعض مراكز الأبحاث الأمريكية بمثلث في لبنان يشار إليه باللبنان المفيد، وهو يمتد جغرافيا في مناطق مسيحية معظمها إلى جبل لبنان وصولا إلى زحلة، شمالا إلى قاعدة حماة الجوية. هذا الأمر خطير جدا، إذا أرادوا تحقيق هذا الأمر يعني يقتضي تسليم ما تبقى من خارج هذا المثلث إلى القوى الإقليمية التي تتمتع بفائض القوة والانتصار الإقليمي وهو إيران. نريد أن نبحث في خيارات الطبقة الحاكمة، وهنا مع الأستاذ أحمد في طرابلس. يعني الآن لبنان تديره حكومة مفلسة ليس لديها سيولة وغارقة في أزمة اقتصادية حادة، وشعب غاضب في طرابلس يتظاهر ومصر على تظاهره فيما يبدو. أي حل ولو تسكيني مؤقت يمكن أن يسكت غضبة الطرابلسيين في هذه المرحلة برأيك؟ لا يتوقع أن يكون هناك حل لغضب أهل طرابلس، لا يستطيع أحد أصلا. يعني هذه كما قلت، هذه السلطة الشكلية المتبقية الآن هي سلطة متحللة مهترئة، لا تملك أصلا، هي غارقة في الديون، وتقريبا الدولة فعليا الدولة مفلسة. وواضح الآن أنهم بما أنهم لا يستطيعون أن يسكتوا أهل طرابلس بالإغراء أو ببعض الإصلاحات هنا وهناك، رجعوا إلى التهديد، إلى الترهيب. كيف؟ بأنه يمكن أن نترك طرابلس فريسة للتطرف لداعش، حينئذ أرونا كيف سوف تستمرون في مظاهراتكم ضد السلطة وضد الدولة وضد الطبقة السياسية. يعني الطبقة السياسية، بل فلنقل بكلام واضح، لأن الطبقة السياسية في لبنان مفتتة، هناك قوة أساسية تحكم لبنان، هي قوة حزب إيران، هي التي ما زالت بيدها معظم قرار السلطة، بينما الأجهزة الأمنية موزعة ولاءاتها بين هنا وهناك. ولكن من لديه تخطيط ولديه استراتيجية ويعمل خلاف جميع الآخرين هو جماعة إيران في لبنان. هؤلاء يبدو أنهم قرروا أن يستخدموا أسلوب الهجوم خير وسيلة للدفاع، تريدون الاحتجاج وتريدون أن تعلنوا تمردكم على هذه السلطة التي لازلنا نمسك بما تبقى منها، إذن سوف نجعلكم فريسة للإرهاب، لداعش. اختاروا، إما نحن وإما داعش. يعني منتهى الإجرام في التعاطي مع القضايا السياسية، لا يعرفون سوى الأساليب الإجرامية في التعامل مع هذا الواقع. أما بقية الطبقة السياسية يعني مبلغ همهم أن يحافظوا على وجودهم في أي صيغة سوف تعتمد من القرار الدولي. نحن موجودون هنا، ابحثوا لنا عن مكان، سواء في لبنان كما هو الآن أم في لبنان دون يعني تلغى فيها طائفة سياسية، أو في لبنان فيدرالي، أو في لبنان لا إدارية مركزية، اختاروا ما شئتم. هذا لسان حال الطبقة السياسية، اختاروا ما شئتم نظام للبنان، ولكن نحن متمسكون بمقاعدنا ونريد أن نبقى راكبين على أكتاف الناس. وبالفعل على هذا الأساس استطاعوا أن يجهضوا حركة 17 تشرين إلى حد كبير. سيد أحمد، قبل أن أعود إلى الاستديو لكي أختم مع ضيفي الأستاذ نبيل،
ربما الحل عن حديث جذري في لبنان ضرب من الخيال على الأقل في هذه المرحلة، والحل دائما يدور في إطار الحل التسكيني المؤقت. هل أي حل تسكيني مؤقت إذا ما أريد ذلك يكون في ساحة السياسة أم في ساحة الاقتصاد؟ بمعنى حل اقتصادي أم حل سياسي؟ القضية في إدارة سياسية أم في مشكلة اقتصادية؟ أنت تعرف أنه لا يمكن أن يكون هناك قرار اقتصادي دون أن يكون هناك قرار سياسي قوي، بل إن من عوامل تقويض الوضع الاقتصادي في لبنان هو تقويض السلطة السياسية التي كانت يعني مربوطة من أعلى من الخارج. هذا الخارج ترك هذه السلطة تغرق في مشاكلها الاقتصادية، في مشاكلها المالية إلى آخره، من أجل أن يعني يفتت هذا الكيان للذهاب إلى غيره. فلا، من أين يأتي الحل الاقتصادي؟ لا يمكن أن يكون هناك حل اقتصادي من دون سلطة تضع خطة سياسية للبلاد. هذه الحقيقة مشكلة طرابلس ليست سوى، أو مشكلة لبنان ليست سوى مشكلة، جزء من مشكلة المنطقة عموما التي قرارها السياسي ليس بيدها، وإنما قرارها السياسي من الخارج، حتى ما يبدو من حكام مستقلين في المنطقة في العالم العربي والإسلامي هم في الحقيقة ليسوا سوى يعني أدوات للخارج تنفذ السياسات الخارجية. هذه المنطقة لن تقوم لها قائمة إلا إن قامت لها دولة تنتمي إليها حقيقة. إن لم تقم في العالم الإسلامي دولة إسلامية تعبر عن هوية الأمة وتجمع شملها، وإن بدأت في قطر من الأقطار، فهذه الأمة لا مجال لنهوضها إطلاقا، حتى لو تكلموا عن فيدراليات يستقل بها أهلها من أهل الأديان والطوائف. حين تعطي أحدا ما فيدرالية أن تقول له أنت اكتفي بهذه المنطقة الدائرة الخاصة بك ولا علاقة لك بالقرار السياسي، لأن القرار السياسي هو في السلطة المركزية، وبالطبع السلطة المركزية ستكون تابعة للقوى الإقليمية والدولية. فإذا ينبغي أن نحذر أن نفكر بوصفنا طائفة، نحن لسنا طائفة ولا نرضى بأن نكون أن تكون حلولنا على قياس أننا طائفة. نحن الأمة التي انتزعت منها البلاد، انتزعها الأمريكي ومن قبل الأوروبي والآن الإيراني والروسي إلى آخره. نحن هذه الأمة يجب أن تنتزع سلطانها من هؤلاء وأن تعيد السيطرة على بلادها. طيب. وبالطبع لا يكون هذا بحلول جزئية هنا وهنا. طيب أستاذ نبيل، يعني لو بقينا في دائرة لبنان، هل من خيارات تراها في يد الطبقة الحاكمة للحفاظ على ما لديها من مصالح ومكتسبات في إدارة الدولة والمجتمع؟ أعتقد بأنهم فقدوا صلاحية، عليهم أن يرحلوا، حتى أن المجتمع الدولي اتخذ القرار برحيلهم وهذا مؤكد، ولكن هي مسألة وقت. يريدون تخريب هذا الهيكل. كيف استقرأت هذا؟ كيف وجدت تأكيد؟ طبعا خلال تصريحات الدول وخاصة على رأسها الجهات المانحة، لا يريدون لهذه الطبقة أن تبقى. هذه الطبقة يحملونها مسؤولية هذا الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد. هذا أمر واضح. ما المقصود بالطبقة؟ هل يدخل فيها حزب الله مثلا أم فقط الجميع؟ على رأسهم حزب الله طبعا على الأكيد. يعني طبعا في حال نشوء لبنان جديد، أنا أعتقد بأن هناك شروط، يعني لن يبدأ بايدن بالمفاوضات مع إيران كما من جديد من نقطة الصفر. سيبدأ من حيث انتهى سلفه. يعني الأمر يعني مختلف جدا عن إدارة أوباما، هذا يعني ما بات واضحا. ولكن هناك اتفاق سيحصل مع إيران، وهذا الاتفاق يجب أن يدفع ثمنه في مكان ما، ربما سلاح حزب الله المتطور في لبنان المتوسط والثقيل، ترسيم حدود برية بعد ترسيم الحدود البحرية. كل هذه الأمور تعتبره إيران تنازلات ستقدمها للأمريكا. طيب وحتى ذلك الوقت، هل 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 من المفروض أن يبقى الطرابلسيون جياعا إذا صح التعبير؟ طبعا لا، ولكن أنهم اليوم يسددون فاتورة عقود من الزمن. الأمر لم يحصل اليوم، لم يخرجوا أبناء طرابلس اليوم لأنهم جاعوا بالأمس. هناك تراكمات من الاستهداف لهذه المدينة. عندما كنا كحقوقيين، يعني أتحدث كحقوقي نعلي الصوت، والدكتور أحمد يعلم ذلك، كانوا يتظاهرون من أجل الموقوفين وغيرهم، كانوا يقولون عنا دواعش. يعني ونحن حقوقيين نطالب بالعدالة لهذه المنطقة ولغيرها من المناطق. هذا منطقهم، هذه سياستهم، هم فشلوا، أوصلوا المدينة وأهلها إلى هذا المصير. مع الأسف علينا أن نحارب وندافع عن آخر مدينة في هذا الهلال العربي، وإلا يعني سنفقد أمر كبير، وخاصة بأن الحواضن الإقليمية لنا في لبنان
غير جدية بالتدخل السياسي المباشر وبلعب أوراق جدا قوية لمواجهة هذا المشروع. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نبيل. ختاما مشاهدينا الكرام، أشكر ضيفي الكريمين معي في الاستوديو، الأستاذ نبيل الحلبي المنسق العام للمنتديات في لبنان، وكان معنا كذلك عبر سكايب من طرابلس الأستاذ أحمد القصص الكاتب السياسي. شكرا لكم على حسن المتابعة، في حراسة الله.